المشكله نقدر نقول ديال المشكله ديال كره القدم تكون في المغرب ولكن تنظن في العالم كله. صح مره اخرى نعتذر سي محمد. لا مش عليك عراقي. اسلم عراقي زميل ديالنا اللي حارسنا الدولي والنجم ديالنا في شوفشي. النجم في كل شيء تبارك الله. صح اهلا بكل الساده المتابعين اللي كنذكرهم بامكانكم المشاركه معنا في هذه الحلقه عبر الرقم الهاتفي اللي كيتواجد اسفل الشاشه 05 22 99 27 19. اعيد 05 22 99 27 19. وكذا عبر خانه التعليقات اللي كتواجد في الصفحه الرسميه لقناه شوف تي في عبر الفيسبوك. نبداو بالحديث على المنتخب الوطني الاقل من 17 سنه ونستعرض القائمه الرسميه اللي اعلن عنها سعيد شيبة مدرب المنتخب الوطني. ففي حراسة المرمى اختار ثلاثة ديال الحراس من أكاديمية محمد السادس والجيش الملكي والفتح الرباطي. من أكاديمية اختار طه بن مرنوزيل، ومن الفتح الرباطي حمزة أجليد، ومن الجيش الملكي عبران صديقي. في الحراس ما سبقش لك عرفتهم السي أرمم الله؟ لا تنعرفهم حراس مرمى تنعرفهم بواحد بواحد، ولكن ما تعاملهم كانوا عندنا ولا تعاملت معهم كنت نعرفهم حراس. شنو الاسم اللي بارز في الثلاثة؟ ثلاثة مزيانين. ثلاثة مزيانين، لا ديال الأكاديمي لا ديال لي فار، حراس اللي جيدين وعندهم واحد التجربة اللي كبيرة. نقدر نقول لك بأنهم من أحسن الحراس اللي كاينين في هذا السن هذا. كاين حراس أخرون كنت تنظر من أحسن الحراس، كاين ديال الراجا سليم حتى هو اللي حارس كان معاهم حتى هو في مجموعة، ولكن في الأخير تم الاحتفاظ على ثلاثه ديال اللاعبين. كان قريب ديال الراجل كان قريب حتى هو يمشي، ولكن تنقول كان علاش قلت لك بان في الاول لا شيبه لا بوبو، فهذه واحد العمل كبير كان واحد التواصل. صح نظن من احسن الحراس ذاك العام قدموا مستويات كبيره، والبدايه هذا الموسم قدموا مستويات كبيره. تنظن ما كان بحكم المتابعه ديالي بزاف في السن هذه. صح فمن احسن الحراس اللي كاينين اللي يستاهلوا يكونوا في المنتخب. ما نقولوش ما كاينينش حراس اخرين، ولكن تنقول لك الحراس اللي الاقرب يكونوا في المرمى مع الاسم اللي قلت لك اللي في الرجاء سليم مالك كان من احسن الحراس. صحيح في الدفاع ايضا من الأكاديمية محمد السادس وكذلك من فريق الجيش الملكي، ثلاثه من الأكاديمية وثلاثه من لي فار. فمن أكاديمية محمد السادس حمزه كوتون وكذلك فؤاد كوتون. كوتون 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 مزيان عامل لك منين تقريب من هاد اللاعبين فشيء جميل. حمزه كوتون من الاكاديميه وكذلك فؤاد الزهواني وعبد الحميد اي بودلال هادو من الاكاديميه. في حين فريق الجيش الملكي سيف الدين شلاغمو، محمد قبداني واسماعيل بختي في لاعبين الدفاع. اعتقد كتعرف اكثر من واحد. لا تنعرفهم كاملين تنعرفهم كاملين، ولكن اللي كان اقرب وقت قريب لهم هو لانهم كانوا في الرجاء. وفاش كانوا في الرجاء باش نوصل نعطي المعلومات للجماهير باش ما يكونوش غالطين، لانهم تيكونوا غالطين لان هادو مشاو قبل ما يكون ما تحل السونتر في شي الرجاء. دابا مشاو تقريبا واحد العامين ولا ثلاث سنين. المشكل اللي كان في فريق الرجاء وفي الوداد. واش كاين شي لاعب من الاكاديمي كانوا ديال الرجاء؟ انا نشرح لك باش نشرح مزيان. بعد اول حاجه نهضر على كوتون. كوتون كان في الاكاديمي وجا الرجاء بدا تيلقى المستوى ديالو عاود رجع للاكاديمي، لان القانون اللي تيقول وبعض المرات خصك تكتب مسير ديال بعض الفروق الى بان لك بعض اللاعبين الممتازين خصك دير لهم عقود واخا تكون سن صغيره على الاقل. تقدر دير شي حوايج اللي تشدهم. فهاد اللاعبين اللي هضرت لك عليهم وغنسميهم لك شويه لاعبين اللي كان باغي الاستقرار، باغي يقرا ويسكنوا في نفس الوقت. كاين اللي مشكل مادي، كاين اللي لا، كاين اللي ماشي ما عندوش مشكل مادي ولكن بغاو الاستقرار. فالمشكل اللي كان عند الفروق هادو في الرجاء للوداد لبزاف ديال الفروق باش الناس يبداو يفهموا شي واحد، الناس ما فاهمينش باش نفسروا لهم حنا مزيان. فالاكاديمي والفتح والجيش كانوا غالبين بزاف ديال الحوايج. دابا كنشوفو كيقول لك او بزاف اكاديمي خدات كلشي والرجاء واحد الوداد. انا نجي كنجيك باش نفسر لك، لان هاد اللاعبين هادو كتكونوا في الرجاء تيكونوا في الوداد تيكونوا في اكادير تيكونوا في طنجه تيكون، لان انا تنعرف هادشي تنقول لك انا بحكم المعرفه ديالي. فالمشكل اللي تيكون هو اول حاجه الاكاديمي تمشي الكاليتي اللي مزيانه، والكاليتي اللي مزيانه غتقلب على هاد اللاعبين هادو. فماشي تيغريوك، فهذا قانون اللعبه، باش تكون قانون ديال اللعبه. فهما تكون عندهم السكن، اللاعبين، القرايه، الملاعب، ففيتينك بزاف ديال الحوايج باش فيتينك. فاللاعبين تيضطروا تيقول لك بانني نمشي نقرا ونسكن ونكون قريب باش ما نتعذبش. كاين مسكين اللي تيركب مع التنان، وكل المشاكل اللي كاين عند اللاعبين كاع. ما بحال دابا شلاغمون تنعرفو
شلاغمون اللي كان معنا في هو من اصغر اللاعبين اللي كاين في المنتخب. الان في الجيش الملكي. لا 2006 ماشي من اصغر 2006. لا الان سيف الدين شلاغمون هو في الجيش دابا. كان في الرجاء. واحد اللي تيجي من مبروكه تيتمجي مع السبعه الصباح مع السبعه العشيه قرايه العذاب هادي ففاش مشى لقى مشكل لقى الناس عيطوا له ديال الجيش فلقى كي 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 السكن والتداريب فاختار فاي واحد في بلاصته غتكون عندك واحد الخيارات لان المشكله هو العذاب اللي تتعذبوا اللاعبين لان بزاف الناس يفهموا بان تجي دي لاعب راه ما يمكنش تجي انت انا كارمو منهز لاعب ندي ولا لا راه كاينين الناس اللي في الفرقه الاخرى تيقلبوا على اللاعبين المزيانين فين تيقلبوا علاش تيقلبوا عليك دابا في السنوات الاخيره هذه عامين فعبدو ربي عبدو ربي اللي تيهضروا عليه وتنشكر السي الاندلسي السي الاندلسي لانه هو اللي بدا معنا هذا العمل في الاول وتنشكر بزاف ديال المنخرطين اللي كانوا حتى هما كانوا حاضرين فدرنا لهاد اللاعبين عقود وكان لان قبل ما نشكر الاندلسي نشكر حتى سميتو زياد لانه حل السونتر ونشكر حتى شحي جمال لانه مخدوا القرارات حل السونتر فاش حل السونتر ديك الساعه عندك فاش تنهضر على راه تنهضر على الرجاء تنهضر على بزاف ديال الفرق نفس الكاليتي اللي تنقول لك فاش حليتي السونتر فولا عندك بزاف ديال 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 كيما امتيازات امتيازات لان اللاعب الحمد لله الرجاء والوداد الناس يبغوا يلعبوا فيها داكشي كيقلبوا عليه اللاعبين والجدوا فيها دابا عامين هذه ما مشى لك حتى شي واحد منين تحل هذه الاكاديميه هذه ما مشى حتى شي لعاب ولكن قبل ما عندك كيدير اللعاب علاش ما عندك ما عقل ما عشت تجي شي جو والديه ولا يجي يشوف الدري راه تيخرج من المدرسه مع الخمسه يمشي يوصل عندكم مثلا مع السته ولا عندك نوطي مع الربعه ماش غيوصل عندك وهذه ما عندك الحل الدلي وفاش كيمشي كيلوموا المؤطرين تيلوموا المؤطرين شوف اللي بغى يلوم يلوم لا حيت كيف فاش كيبرز مثلا لاعب من الرجاء في الفرق الجيش الملكي كيقول تيبداو فحال نجوا على القضيه هاد اللاعبين كلهم تتشوفهم دابا هاد كاع تتشوفهم تقول علاش مشاو على هاد القضيه لان اول حاجه اللاعب استقرار تتعرف فين تسكن وفين تقول كتلقى دابا تنقول دابا عامين ثلاث سنين الاخر تقريبا تحلت السونتر في الرجاء تلعب ما مشى تلعب علاش؟ لانهم اول حاجه قلت لك بان تنشكر كاين ها هو شلاغم ولا؟ لا ده قبال قبل هذا ماشي قبل دار لعب مينيم معاهم حيت كان معنا عامين مينيم دوز معنا وكان تيلعب عندي انا لعب عندي كادي لعبنا كنا كاع تنطلعوا تنلعبوا كادي كاع ولكن راه ما عندك ما دير ليه ما عندك ما دير اللعاب ما عندك ما دير ليه لان تيلقى بان الاستقرار ديالو ساكن لاننا انا علاش كنا تحت عارف انا الحوايج اللي كان تيتمحن فيهم الحوايج كان تيتمحن في الترونسبور اللي دا كاع هو الترونسبور ماشي داتو شي حاجه اخرى واخا هاد الشلاغمو باش نتكلموا عليه اكثر كيف كتشوف مستقبلنا؟ وشوف لاعب اللي نقدر نقول لكم مستقبل لاعب اللي جيد لاعب تقدر تلعبوا في جوج ديال الاماكن تلعبوا في لاكس تلعبوا اريا دروات تقدر تلعبوا حتى وسط الميدان لاعب اللي الطوله ديالو نافعه امكانيات اللي كبيره نفس على كونتون اريا دروا فنقول لكم انا لاعبين جيدين ما نقولش لك ان ضعت فيهم الرجاء ولكن تنقول لك هذه هي الكره لان شوف كاين لاعبين اخرين في الاكاديميه ديال الوداد ديال رحال رحال انا كاين اتفاقيه بين رحال والجيش ديال الجديده كاين داروا اتفاقيه بين رحال كاين ولاد اكادير كاينين بزاف كاينين ولاد فاس الا في خط الدفاع انت لا كلهم تنعرفهم ولكن تنقول لك تقريبا اكثر اللي شرفتي عليه كوتون وشلاغمو لا كوتون ما تريناش عندي كان تيطلع مره عندي كنا مره تنكونفوكي ولا تيدي ولكن لعب عند خوباش صح وهادشي جميل يعني حيت كنشوفوا بعض المؤطرين فاش كيكونوا في لقاءات في قنوات اخرى فاش كيتكلموا غير بالانا انا انا لا شوف واحد الزملاء ديالهم دائما كيذكرهم شوف لا بالعكس برافو اي واحد وشوف واحد القضيه وما عمرها كتكون عند شي مؤطر ولا شي واحد هو اللي عنده الاسبقيه باش يطلع واحد اللعاب ولا لعاب تيدوز عند بزاف ديال اللاعبين التعامل ديال المؤطرين كلهم تيكون مزيان انا خصك تكون في واحد الدار ديالكم ولكن قلت لك انا شرحت لك علاش بزاف ديال اللاعبين تيمشيو ماشي من الراجل من المغرب كامل صح هذا هو المشكل اللي كاين تمام دابا الحمد لله دابا في الرجاء ما بقاش الوداد اللي تنتمنى بان يتحل المشكل ديالها لان فاش تحل الوداد راه علاش البطوله ديالنا ضعيفه ديال الفئات السنيه صح تلقى ثلاثه ديال الفروق هما اللي تيلعبوا عليها ولا اربعه لان التشيره عندهم التشيره من احسن الفروق اللي تشيرة. عندهم اللي عندهم تكوين عالي ان لاعبين والبعض كيتسال على راشد البرنوسي اللي كتمنى لا ما بقى راشد راك عارف ما كاين لا تيران ما كاين والو نهار اللي حيدوا لهم التيران حتى هذا الشيء واخا كان الامكانيات ضعيفه وكان على الاقل كان التيران وصل المدينه صح وفي مكان اللي استراتيجي نهار داز الترامواي صافي داز الترامواي داز عليهم تهم الترامواي الله يحفظ قلت لك شوف انا باش نفسر انا الناس باش يبداو يعرفوا ان هذا هو المشكل اللي كان لان نقول لك الوداد
وويداد جديده راه بدات تتقلب حتى هي راه بدات تحل السونتر ديالها راه قريب هذا العام تحل بزاف ديال الفروق الى مشاو تتعنول تولي بطوله قويه لان بطوله لحد الان ماشي ديك البطوله القويه البطوله دابا حنا فاش علينا سونتر حنا بدينا ناخذوا لاعبين من بلايص اخرين عبد ربي تيقول لك وتلقى مشاكل تاخذ من قنيطره تاخذ من فاس تاخذ من طنجه تاخذ من كناس تاخذ من جديده راه حتى دير كره نتكلموا على هذا الموضوع اكثر فوق نكملوا مع القائمه الرسميه ديال سعيد شيبه خط وسط الميدان في عكس حراسة المرمى والدفاع فخدم عدة فرق مثلا ادم بوفندر من اليوفي ادم شاكير من اكاديمية محمد السادس محمد عدوان من الفتح الرباطي كذلك عيان بياض من الفتح الرباطي امين كتيبة من حسنية اكادير حمزة المتوكل من اكاديمية محمد السادس محمد حموني من الوهافر هيثم الموت من الوداد وعبد الحميد معلي من اتحاد طنجة تقريبا هو واحد من الرجاء في وسط الميدان لاعب من الوداد واحد من طنجة وجوج من أكاديمية محمد السادس ونفس العدد من الفتح الرباطي ومحترفين واحد من اليوفي وواحد من لوهافر نشوف ديال الوداد هيثم هيثم قدم انهم جابوا وهذا الشيء باش زوين عندك علاقات كبيره والحمد لله عليه فاش نهضر معك انا تنقول انني من الناس اللي كنت نتحرك كان عز عليا الخدمه فهمتيني فخصك تشكر بزاف ديال الجمعيات اللي كاينه في مدينه الدار البيضاء اللي كنت عندك واحد العلاقه معاهم فيما تيكون شي لعاب وهذا الشيء اللي تنظن ما خصش يكون عمل ديال واحد خصو يكون عمل ديال الفريق كله ديال المجموعه فكاين بزاف مدينه الدار البيضاء كاين خو عفيفي الناس تيعرفوه باش نعرفوا خو عفيفي اللي في البرنوصي فيها واحد العمل كبير وشي جوج واحد لاعب ولا جوج ثلاثه تما من عنده هو وبدات هذا اللاعب ديال الوداد فكان تما تتواصل مع لاعبين مأطرين في هذه الجمعيات تدير واحد الخدمه كبيره كاين بزاف رحال تيدير واحد العمل كبير ولكن بدات واحد في 17 جوج هما ما بقيتش عاقل على السميه ديالهم حتى هما فاش يكون عنده لاعبين فاش يكون اتصال بينك وبينهم عندنا واحد لاعب مزيان يجي يشوفه ولكن الناس ما تيبغيوش هادشي ما تيبغيوش الخدمه عرفتي علاش؟ بابا شوف باش تدخل في هذا الميدان هذا لا مهم جدا لان كنتكلموا على الفلوس لان تاكل العصا درت هذه الخدمه درت هذه الخدمه تاكل العصا تولي انت هو المنبوذ وانت هو المكروه اللي ما تيحملوكش الناس عرفتي علاش؟ لان كاين شي وحدين صحه باغيين يلعبوا يلعبوا ولادهم صح خصهم يكونوا خصهم يصيفطوا لك خصك تاخذهم فالحمد لله انا من الناس اللي الله شاهد عليا والناس اللي كاينين تما عندك ما عندكش ما عندكش فهذه هي المشكله غتلقى كبيره لا المشكله تلقى واحد القضيه انا وصيت ديك المره الدراري قلت لهم ما تبقاش ديروا هذا الشيء ماشي الدراري تلعبوا كره مؤطرين بغيتي تبقى خدام تعيش مزيان تدخل سوق راسك تدخل سوق راسك وما سوقكش حيت فاش هذيك الظرفه الظرفه ماشي حتى واحد ما غيعاونك لا الحمد لله تيكون واحد التواصل كبير مع اللاعبين تيعيطوا لك كاين ما عندهم ما عندهمش جهدهم ما عندهم ما يديروا فنقول لك واحد القضيه الا بغيتي تخدم واخا يشوف الظلم واش غادي يقول لك ما يلعبش واحد يستحق وما لعبش ما عندك ما دير حبيبي مرحبا بك في هذا الميدان هذا نقول لك مرحبا بك نقول واحد القضيه حتى انا من الناس كلاو العصا كلاو العصا والعصا ديال بصحه فاش هضر مع الناس تقول لي جيب دليل انني انا كدير هذا الشيء والدليل شنو الدليل كيحدى عينيك كيحدى عينك بالامكان ديال اي قناه مغربيه دابا ولا اي صحافي ولا اي واحد ولا يسول هاد اللعابه كاملين هادو اللي كيف السيكس يسولهم على عبد ربي صح ويمشي للتيران ونقول واحد القضيه بالضحك بالضحك يدور بشويه بشويه ويسول كيدير داك السيد انا نقول لك الا عيروني جوج ولا واحد نمشي بحالي الا عيرني جوج جي حملني المسؤوليه كامله عرفتي علاش؟ انني ماشي انا كاين بزاف الناس بزاف قدام ولكن ما نقول واحد القضيه ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع ولكن تاكل العصا تاكل العصا صاحبي عرفتي علاش؟ لان كنتي تيتجه لك انت تيتجه ان انت اللي وقفتي في الطريق ديال هذا وقفتي في الطريق ديال هذا صعيبه صعيبه صعيب شوف علاش نقول الاكاديمي والفتح خدامين مزيان شي الاكاديمي والفتح صح والجيش خدام عرفتي علاش؟ لان ما عليهمش الضغوطات اللي عندنا حنا بالذات في الراجل والوداد مازال الوداد شويه في الراجل راجل كاينه بزاف الضغوطات هذه لان الناس خصك تكون خايب باش تكون عز عليهم للاسف في خط الهجوم سعيد لا حتى على الدر ديال فنتمنى بان الفروق وديرها ديرها الاكاديمي لان تمنى الفروق يدير واحد اتفاقيات وانا كنا باغيين نديروا هذيك الساعه فاش كان ودار بدا في الاجامه شويه فكنا دير اتفاقيات ولا دير النادي اتفاقيات مع بحال هاد الجمعيات هاد الجمعيات تعطيهم تونيات بالونات هادي تبقى واحد الخدمه ديالك معاهم صافي ما تيبان شي واحد تعيط فالحمد لله كدوي واحد العلاقه معاهم مزيانه
فيما تيبان جي تشوف واحد اللعاب اجي صيفطوا لي نشوفو فتتكون تتكون عندي علاقات خارج مدينه الدار البيضاء او ثاني فيما كان تيكون شي واحد يتصلوا بيا كاين واحد الدري وانا نقول واحد القضيه جبنا الدراري من العيون راه باقي دابا تيهضروا عليه لاعب اللي مزيان الحمد لله في الاسبوار جبنا لاعبين من فاس جبنا مكناج مشى من كازا مشى من كازا جميل فتكون واحد العلاقه عندك مع الناس بزاف تكون واحد الثقه فالحمد لله هذه الخدمه اللي خصها تكون هادشي اللي دير الاكاديمي وديرها لان تنهضروا على في كازا راه شوف ما تقولش لي بان اللاعب غيجي عندك سير الراس ولي جي سير الوداد فكاينين الناس اللي غنقول لك كاين قنوا كاين هذاك اللي كان دابا اللي شاد تنظن انيس اللي شاد دابا في حسباته عمل كبير تيدير في مدينه الدار البيضاء وداروا في الراجا لان اللاعبين اللي طلعوا سوبول زريده الدراري كلهم فهو اللي كان زريده لا استاذ فتنقولوا سوبول بزاف ديال اللاعبين فكان انيس هو اللي جابهم كاينين شوف في سيدي عثمان كاينين الدراري اللي خصك شوف خصك تواصل مع هاد الناس هادو باش يبقاو يصيفطوا لك راك تضارب على الكاليتي لان الا بغيتي تلعب الا بغيتي دير كاليتي مزيانه صح الا ما بغيتي هاد تلعب وتطش الدوره ما من هنا واحد العامين ثلاث سنين ما غتلقى حتى شي لاعب ما غتلقاش هاد شوف باقي الناس يقول بان راه التيران ما تيتسناش ما تتسناش حتى في التيران خصك تخرج تخرج تقلب على تقلب على هاد اللاعبين فكاين الناس بزاف اللي كان التواصل معاهم انا سميت لك وانت تاسف لي بزاف عندي الاسماء ديالهم مش كاين الفريق في سيدي عثمان عاوتاني ولكن بزاف ديال الناس اللي خصك عندك العلاقه معاهم باش فما تيبان شي لعاب تخصك تمشي تسبق ليه انت وهاد اللاعبين هادو تقريبا راه الا قلبت على اللاعبين راه كلهم لا ديال الفتح لا ديال الجيش لا راه كلهم تقريبا مشيو ولاد الرباط كلهم تقريبا من مراكش من كازا من كاين شي مواهب شي مدن اللي خصك توصل عندهم صحيح خصوصا الجنوب الجنوب الشرقي وما الى ذاك من المناطق او هادو راه كان وسط الميدان راه كان واحد من الراجا كان كان هما كانوا من الراجا اربعه كان بلاش نعطيك من الاكاديمي اللي كاينين في وسط الميدان ادم الشاكير وحمزه المتوكل هادو من الاكاديميه من الفيوس عيان بياض محمد عدوان وهادو مالكي من الفتح الرباطي و في وسط الميدان راه كان غيكون خوم ذكور لكن راه كان مع متوعات لانه غنقول الاسماء اللي كانت ممكن تكون ما كانتش غنتكلموا عليها في خط الهجوم كاين سعيد عرافي من الاكاديمية محمد السادس ادم حنين من الفتح الرباطي عثمان الادريسي من دارمستاد الالماني معاذ بوغيدياز ولكن معاذ هو كان في الراجل ولكن ماشي اتاكو نورمالمون اريا ضربه وليس لعب مليون في الاي حدين على اساس انه مواجه لا اتاكو ولا مليون اريا درو ولا مليون اوكي زكريا وزان من اياكس ايمن ناير من الفتح الرباطي عدنان الاحمر من الرجاء زكريا علاوي من الماس ماري فاسي عدنان الاحمر شوف كان عندي دابا لعب عندي تقريبا انا طلعت شوف فاش كان في الميريم كان يطلع لعب من معايا مره في الكادر فلاعب اللي سريع لعب يمكن كبيره الطوله معاونه كان غيكون معاهم حتى الياس ولكن ما عرفتش علاش ما عيطوش عليه ما عرفتش كان واحد الدري عاوتاني اللي جبنا من جابوا سليماني باتصال مع سليماني سليماني وهم جابوا رشيد سليماني رشيد من واتزم لاعب هو اللي عنده امكانيات اللي كبيره جبنا هذاك العام لاعب اللي كبير تور كان تيدخل معاهم مره كان سليم تو ديال الحارسه وكان تدخل معاهم فكانوا بزاف ديال كان زوبيد تو كان معاهم حتى هذه المره الاخرى اللي ما تماتش المنادات عليه ما عرفتش علاش ولكن في الراجا كان واحد 6 ولا 7 ديال اللاعبين من البيليسات اللي كان عندك العام مش كانوا عندي باش نقول ما كانوش كانوا في الراجا ودازوا كاين اللي داز عند خوباش حتى هما هادو كانوا من اللاعبين كان عند خوباش فاش الحمد لله في السنوات الاخيره كان داك الشيء تيبقى تدريجي طالع ماشي كل عام تنبدلوا لان واخا عندنا الاحمر في الهجوم في كيلعب بالضبط في الرواق ولا شوف هو القوه ديالو هو الاري اللي ضروه ولكن تقدر تلعبوا اون بوينت لانه لاعب اللي سريع انا بعض المرات كندخلوا اون بوينت ولكن القوه ديالو في الاجنحه انه لاعب سريع عند شي خطوي كما تنقولوا حنايا الطوله هي معاونه لا ديتونس فقلت لك لاعب اللي كانوا غيكون قلت لك كانوا غيكونوا جوج لاعبين تما ولكن تما تلمات على لاعب واحد تماما المغرب الفاسي كاين العلاوي واكاديميه محمد شي المغرب الفاسي وقنيطره ولو بطل في هذا الموضوع خصني حلقه بوحده راه الاكاديمي 70% ديالو ولاد فاس ولا 60% ولاد فاس وبزاف ديال الفروق في المغرب عندك واحد الخمسه ولا سته من فاس راه المدرسه اللي كبيره عندك هي تطوان اكادير جهه اكادير بعدا دارو خص تلقى واحد الخمسه ولا سته لان باش تسمع الاكاديميه ما تقولش راهم في المنطقه ديال الرباط ولا مدينه الدار البيضاء لا فنقدر نكون منتخب صغير ديال الفئات السنيه فما كاين من جميع المدن وقلت لك بان فاس هي مدرسه كبيره في الكوره يعني اكاديميه محمد السادس نقولوا مغرب مصغر مغرب مصغر حتى الفتح شنو هاد الفروق كلهم تهضر عليهم هادو تهضر عليهم من عندهم خمسه راه كلهم جايبين من برا كلهم تيبقى تتفرج في البطوله وهذا العمل خصو يديروه ناس بزاف
ولكن الحمد لله كنا حنا دايرينه بوحدنا بحبا كما تنقولوا في الفرقه وحبا في واحد العمل اللي كتدير. ولكن كما قلت لك ما تيبغوش الناس وانا عموما هذه اللائحه شوف واحد القضيه شوف التيران جلس ودخل سوق راسك جلس ودخل سوق راسك وكل منافق منافق كل شيء تمشي معك وما تحمي مسك لكن هذا خصوص يكون هذا هو المغرب اخويا ونكون واقعي معاك وراه دابا شي تنقول لك راه الا كانوا الناس يسمعوني في التيران يعرفوا على ما تنهضر كنت دابا راه كتوجه الرساله ما انا توصل مشفره لان الناس فاهمين انا الناس فاهم انا قلت لك شوف باش بغيت تغلب شي واحد فاش بغيت تغلب شي واحد جيب عليه هذاك الشيء ولا تدخل سوق راسك ولا سير خود لان سير خود المعلومات اللي تكون مزيانه لان المغرب عندنا هو الاشاعات له اشاعه وخلاها واكثرين واحد القضيه انا بغيت واحد الكلمه تيقولها جمال شي حاجه ديما تنقولها الا كنتي خدام غيعايروك ما كنتيش خدام حتى ما غيجبدك ما شاف الكره في كل شيء صح لانك تتكون دير لهم بالدارجه ديال حبوبه في راسك فهمتيني صح ففي الراجع كن منافق شوف كن منافق ودخل سوق راسك واللي عطاوك ديرو ما تنقولش المسيرين لا تنضيش على المسيرين والاديرون والجمهور انت خصك تتعامل مع الناس بحال هكا حيت كاينين الناس دابا تيخدموا بالخدمه ديال الناس كاينين الناس في التيران ماشي يديروا والو ودير المشاكل الكبيره في التيران انا كنشوف الا بغيتي وتنتمنى الجمهور الراجل اللي بغى يهضر على تيهضر على نقيه المحيط فهذه هي الاولى ديالهم يمشيو يجمعوا اللعابه ديال الفئات السنيه ويسولوا ويقولوا شكون هو الكيل تيخرج عليهم تما وشكون اللي تيوقف وشكون اللي الكره كتكون اللاعبين تنقولوا بان هذا غيوصل تيوصل لواحد المرحله تيوقف راه هذا هو الخدمه اللي خصهم يديروا الناس هذه الخدمه اللي خصهم يديروا ماشي ديال هادي والتخربيق كاين اللاعبين اللي كانوا غيكونوا بالطوب توصل لواحد واحد البلاصه تيوقفوا حنا كنا في تيران تنقولوها علاش يوصل واحد ما نقولك دابا شي 3 سنين ل 4 سنين سيروا سولوا بلعاب العراج شوف كنت نقولها الناس سيروا سولوا بلعاب باش كل راه في الرجاء وفي الوداد كاين انا ما عرفتش الوداد بلا سنر على الراج كاين لاعبين اللي حنا اللي وقفنا تقولش كعبد ربي لان عارف العلاقه ديالي معاه كاين وقفناهم كانوا غاديين ونسميهم لك واحد شويه يبانوا نسميهم لك علاش انك توصل لواحد البلاصه حتى توصل عند واحد البلاصه تتوقف ما بغيتش نبقى نزيد اكثر من الكره الناس فاهمين الناس راه فاهمين المشكله ديال جمهور الرجاء وما عندك واحد المثال تيقول لك هذاك اللي قتلت ولده ما عرفتش يقول لي ما هو تيران لا ما تخدمش تدخل سوق راسك ودير راسك راه جاوز للاسف انا كنت دابا كلمات انا كنت كلمات يفهموني صح اما لو بغيت تخدم غتلقى مشكله كبيره اي والله لان هاد اللاعبين دابا اللي سميتهم لك انا تنعرفهم بواحد بواحد صح وما عندي مشكله مع حتى شي واحد تنسمي وديما تنضرك في هذا الموضوع هذا كنا دايرين واحد الخدمه اللي كبيره بشهاده بزاف الناس بشهاده انا قلت لك واحد القضيه اللي بغى يسكت كاش خصو يدير خصو يمشي بالادله على الهضره اللي تتقول انا سير تنتمنى كاع الناس تسنطوا لي يمشيو للتيران ويديروا دوره ويشوفوا شكون هو الخايب والزوين في الراجل الخايب انا ما بغيتش نرجع الخايب حيدوه انا تنقول لكم كاين الخايب اللي موقف لكم موقف بزاف ديال الناس تم موقفهم هو اللي خصكم تمشيو تخدموا عليه صح حيدوه لا حيدتوه عرف بان العام الجاي والعام الوراء غتلقى واحد 6 ولا 7 حيت مشاو بزاف ديال اللعابه باش مشي في الكوره هنا تيمرضوا توصل واحد البلاصه تيمرضوا بالتعامل بزاف ديال الحوايج علاش الشيء اللي كيخليهم يبدلوا وانا شوف الناس ما توصلوش لهذا الشيء الناس تيشوفوا ذاك الواحد اللي باغي يخدم اللي خصهم يحيدوا وهذه هي المشكله ديال بزاف ديال الفروق وانا بقول لك في الاول انا ما نلوم لا مؤطرين لا ماشي في الراجل مؤطرين كاملين ديال المغرب حيد الاكاديمي الفتح الجيش دابا الراجل شي عامين هادو ما تلوموهمش صح علاش لان بسهوله عندك والماصر ولات دابا الاكاديمي قربت تحرر بداو تيصوبوا هادشي لان بداو تيصوبوا هادشي والماصر فاش غتشد الاكاديمي ديالها وغتسد من هنا وتسد من ما نقولش المؤطرين هما تيجيبوهم من فاس على فاس يجيبوا مؤطرين لا نهار اللي الاكاديمي ديال فاس غتسد البيبان ديالها وغتحل وغتخدم غتشوف فاس اخرى انا سنهضر تنقول لك تنقول لك حال نهار اللي اكادير غتبدا الاكاديمي ديالها وغتسد غتشوف اكاديمي اخرى وغتلقى مشكله الاكاديمي ديال محمد السادات ما بقاوش يشوفوا اعداد كثيره من الاكاديمي لا عرفتي احد اللاعبين تيجيو من تما لا كان واحد خصها تخدم خصها دير ولكن تنقول لك نبداو نشوف بطوله اللي قويه لان هاد الفروق عندك واحد 5 ولا 6 كل عام تيخرجوا ولا 3 قلت لك الراجل دابا سدات مابقاش يخرجوا من اللعابه بالذات فاش قلت لك وتنشكر السي الرئيس زياد اللي حل السونتار وكان واقف تنهضر على من وراه فاش جا فاش خداها سميتو انا شوف انا نهضر في الشكل الرياضي اللي بغى يدير شي حوايج اخرين نهضر فيهم فالاندلسي هو الوحيد اللي مشى معنا ووقعنا عقود مع اللاعبين انا دا قبل ما يجي هذا اللي تيقول لك
فوقتنا عقود. ولا كان الا كان الناس يسمعوا راه غيقول لك راه هما الناس كانوا تيضاربوا باش خلينا باش قلت لهم راه الناس غيمشيو لينا ودارنا الحمد لله درنا معاهم عقود هما اللي باقيين دابا. فبغيت نقول لك بان الا تحلوا الاكاديميات في المغرب كله وكل واحد كان عنده الاكاديميه ديالو غنشوفوا مدرسه اخرى غنشوفوا كره اخرى وغنشوفوا خدمه اخرى في الفرق الاولى. واحد الدائره كنا كنشوفوها سي محمد ارموم هي الهجره ديال اللاعبين ديال الفئات لدول الخارج. شوف لا خص يولي هذا خصهم يجيبوا البدراوي هو اللي يشد لهم الناس يحاربوا حيت واعر. لا قلت لك ما بقاش لا حيت هو واعر البدراوي هو اللي يجيبوا لانه رجل مصلح مصلح لكون هذا مصلح الكون هو رجل اللي تيعرف ذاك هو الجهل فهمتيني. غنقول واحد القضيه ما عمرك كتحبس هذا الشيء ديال 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 واش باقه ولا غير سمو باقه باقه وديما اي حاجه باقه صاحبي شو قلت لك شي حاجه ما باقاش امتى هذا الشيء ما غيبقاش. انا عطيتك الحل شوف عطيتك الحل بغيتي ديروا ديروا بغيتي ديروا ما ديروش. وانا شوف الا كنت انا غنربح في هذا الشيء ما غنعطيكش الحل. انا غنعطيك الحل الحل هما الاكاديميات ديال الفرق. ثاني حاجه العقود ديال اللاعبين فيما يطلع واحد اللاعب على الاقل ديال واحد 1000 درهم ولا 1500 الا كان دري في يوكانز. حنا يوكانز ما نشوفوش فيها تنقول يوكانز غيبقى معنا العام الجاي تيهزو يوكانز سيدي فهمتي. دابا فيما تيبان لك واحد اللاعبين اللي عنده امكانيات كبيره فتتهلا فيهم المال حوايج في الاكاديمي يكون حوايج نقيين كل شيء مزيان الماكله كل شيء مزيان فهذه ما غتسد الباب على كل شيء غتسد الباب على كل شيء. علاش من عندك انت واش تيقول لك اش نقولوا حنايا تنقولوا بان المال السيب تعلم الشفره ياك صح وراه هو هذا اللي تنقول. وانت عندك واحد تجي عنده تقول له هذا اللاعب خصوصي وتسنى باقي صغير. انت كيفاش باقي صغير العام الجاي غتهزو ديك الفرقه غدي راه هذا الشيء تنقول لك راه المشاكل من الناس اللي كنا تلقاو سيني لهذا راه غنحصلوا فيه سيني لهذا راه غنحصلوا فيه سيني مع هذا تيقول لك باقي صغير وتسنى وهذه وهذه فالعام الجاي تاخذوا فرقه اخرى. هذا الشيء اللي واقع هذا الشيء اللي تيوقع راه شوف المؤطر راه ما عنده كيدير يدي. انا نقول واحد القضيه هذا مؤطر باغي يدي مثلا عندك حتى اداره تقنيه المدير المؤطر ماشي عندك اداره تقنيه وعندك ان فوا فاش غنشوف انا موسى راه مزيان انا نعيط الرئيس نقول له هاجي رئيس تيجي هذا الشيء دار معنا اللي دار سميتو الاندلس فجلسنا راه شوف جبنا والدين ديال الدراري والحمد لله هذا الشيء كله كما تنقولوا مقيد جبنا والدين ديال الدراري فجلسوا كل شيء وقع العقود ديالو ولاو لاعبين ديال الرجاء امتى غيمشيو بحال ما تيجي عليهم الرجاء ما يقدر حتى شي واحد يديهم فيما غيجي شي واحد غيقول لهم اجي دي يقول لك عندي عقد مع الفرق. فدابا هاد الخمسه اللي نسينا وتا هما مؤخرا مع سته كنديرهم هذاك العام كندير معهم دور ربي كنديرهم في رمضان كنا دايرينهم هاد العام زادوا وقعوا لهم لان كاينين لاعبين اخرين عاوتاني باقي ما وقعوش لهم. لان شنو هو المشكل؟ المشكل تيوقع دابا العكس ديال الاكاديمي قبل ما يدخل لعاب الاكاديمي عندك انت فرقه خصك تسيني ليه حشومه توكل واحد وتشربه ماشي ديالك. دابا المشكل حنا اللي تنديروا شنو تنبداو نديروا بخمسه باربعه بثلاثه يقدر يمشي لك واحد يقدر يمشي لك جوج. اش فيها انا مثلا لا خديت مشي يوكانس مشى يوكانس حتى كتبدا من يوكانس يوكانس سيدي عندك 20 واحد كلهم دير لهم عقود ديالك انا ما ديرش عقد لانه لاعب باقي شاب تدي لهم بانهم هما عندك انا شاد تجيب الوالدين ديالهم تتوقع معاهم بعين وتدي لهم مالك واحد 1000 درهم الشهر ولا شاد لهم ها هما عندك تجي مثلا الاوديسات حتى هما تدي لهم تدي لكل شيء راه ما يمكنش تقول لي انا غندير لواحد ولا جوج لا حد واحد الوقيته لا واحد راه تنقول هو جي في الطريق فكلهم تدي لهم واحد العقود تيبقاو عندك وانت شديتي على كل شيء. دابا باش الناس يبداو يفهموا بحالك فين تيمشيو تيمشيو للحوايج اللي صغار ما مفهومينش يهضروا في الخاوي صح. باش نغلقوا الملف ديال المنتخب الوطني بالمجمل اللائحه اللي خدا سعيد شيبه كيفاش كتشوفها؟ شوف كاينين لاعبين اللي شوف كاين لاعبين بالنسبه لي انا ديما سعيد شيبه هو اللي خصو يكون بحال زوبيد قلت لك انا في الرجاء كان خصو يكون الياس انهم لاعبين كبار كاين لاعبين في الجيش عاوتاني مزيانين ما مشاوش ولكن تنقول لك تتبقى هو الاراء انا تنهضر لك هذاك العام هذا العام مالك عارفني ما بقاش عندي علاقه كبيره المستوى ديالهم فين وصل لهم ما فين وصلش ولكن تنقول لك بان كاين عندنا الحمد لله عندنا الماده الخام في الكره المغربيه ولكن كما قلت لك خص الناس اللي خدموا عليها وانا قلت لك هذا المودو اللي سميت لك قبيله ويا ربي يسمعوني الجمهور ديال هاد الفروق هادو صح. اول حاجه اللي تضاربوا عليها وزد عليهم قنيطره اول حاجه غتضاربوا عليها هي دير واحد الاكاديمي واحد لان هنا عامين ثلاث سنين تخرج لاعبين اللي في الامكانيات الكبيره. ودابا راه شفتي معايا فاش البرنامج مع الرؤساء فاش كتسولهم كيقول لك حنا مركز على الفريق الاول. دابا هما مركزين على الفريق الاول وكاينين الناس مركزين على اللاعبين ديالك وفاش يمشي تيدور المؤطر. خايف. للاسف. شنو المشكل فين كاين؟ علاش حتى جبتيهم ودازوا عندك وخدموا عندك واش معنى؟ انت عندك واحد الحاجه اللي محدوده عندك واحد الخدمه اللي محدوده تجيب لعاب الدار وراه ماشي ساهل تجيب لعاب عرفتي باش تقنع اب
وباش تجيب دري من مدينه اخرى وتقنعه ويجي عندك وتكون واحد العلاقه عندك معاه، وانت اللي خص اي مشكله وقعت ليه خصك انت الاول تكون متدخل وكون شوف راه اصعب حاجه باش دري صغير يبغيك وتثيق فيه ويثيق فيك ويولي تولي فحال واحد الاب ديال الاق ديالو خارج المدينه ديالو. راه هذا هو المشكل عندنا في التيران. كاين كاين وحدين وكانوا تيقولوا هذه وانا ماشي من هاد الناس، حتى انا ما كبرت الحمد لله هذه ما كبروش في القاهره، وفاش لعبت ما لعبتش في القاهره، ما تنقهر حتى شي واحد، ما تنعاير حتى شي واحد، تنعاير في وقت الوقت. باش نهيو الملف ديال المنتخب الوطني، كيفاش كتشوف المشاركه ديالو؟ وهاد المشاركه نتمناه ان شاء الله، لان راك عارف المشكل اللي كاين مع الاشقاء ديالنا اللي هنا. انا عمر تنشوف شقيق ما في هذا النوع هذا، فنتمنى لان ما بغيناش هذا الجيل يضيع، ما جبناش هذا الجيل يضيع، ولكن خصنا نديروا قانون. شوف الكرامه ديال بلادي اعز من اي حاجه، صح، واللي غيديروها يضيعوا اللاعبين مساكنين. شوف انا مع الدوله، انا مع الدوله هك ولا هك. انت كمؤطر كتشوف اللاعبين، شوف هادشي تخرج من يدك، لان فاش تدخل عند تدخل الدوله واحد الكرامه. لا خليهم ما عندي، كنقول لك في هذا الموضوع انت كمؤطر كتشوف اللهم يضيع جيل وما تضيعش لعيبه ديال الدوله، وما نطيحش الكرامه ديال الدوله. انا هي تاد الوليدات اللي هضر معاهم الدوله هي الاولى والمغربيه الاولى. شوف ما نقول لك ضيع ولا ما تضيعش، ولكن لا تناقشنا في موضوع اخر فاش يجي الوقت ديالو. انا رياضيا كنتناقش معاك، ما عمرني نتناقش معاك رياضيا في هادشي، فاش تدخل شي حاجه اللي ديال الدوله. فما عندي ما نقول، ما يمكنش نقول لك انا شي قرار اللي هو في صالح الدوله ديالنا نبدا ندخل نخرج فيه في الاضرار. لا انا مع الدوله ديالنا. انت كتعرف هاد اللاعبين اكثر، يعني كتشوفو. وانا هاد اللاعبين تنعرفو، بغيتيهم يشوفو اي وانا تنعرف هاد اللاعبين. ولكن انا تنعرف بلادي هي الاولى. انا بلادي خايده واحد القانون، علاش غنكون ضده انا؟ حيت هما تعرفوا احسن مني في هادشي. لان ما يمكنش انا ندير دوره نخسر سياسيا، ما يمكنش نخسر سياسيا واخا في الكوره وداك الشيء، ما يمكنش. علاش حنا ما نمشيوش ديريكت بحال ديما؟ انا شوف القانون اللي دار الحاجه اللي غادير البلاد انا معاه، باش تكون هاد اللاعبين هادو انا تنعرفهم مزيان يمكن. ولكن راه كاين لاعبين ما لعبوش في المنتخبات وشناهم في فريق في المنتخب الاول، فنتمنى انا شوف الحوايج اللي تتكون. شوف كاين شي حوايج خص تحيد يدك منه، حتى انا ما غنفهمش في هادشي ديال الكره وفي هادشي ديال هذا. انا معاك ناقش معاك حتى غدا في الصباح، كاين شي حوايج خارجين عليا وكاينين الناس اللي هما اللي تيخذوا قرارات، صح، فانا معاهم في كل شيء. سي حسن عالمي اربعه من احسن مهاجم داز في الرجاء، ما نساش البيت اللي ماركيتي في كاس السوبر، ما عمرنيش بحال هذاك البيت. الله يحفظك. براس اللي ماركيتي لحد الان. اشرف فدالي ارمو من غوارديولا. غوارديولا ديال غوارديولا ديال ان شاء الله ان شاء الله. غوارديولا هو كان مدافع. ارمو من قديم كان التدريب. ها هو غوارديولا اصلا كان مدافع. ها غوارديولا كان وسط ميدان. كان وسط ميدان. هو كيدير كاع زعما كمدرب ان شاء الله. ان شاء الله ما كاينش المشكل ان شاء الله. اوكي كل واحد تبقى عنده السميه ديالو وما ماني غنوصل ليه، لانه هو دار واحد الخدمه اللي كبيره وعمل اللي. علاش ما توصلش ليه؟ لا شوف ما عمرك تكون في حال واحد، غتكون انت تكون احسن منه ان شاء الله. لا تقدر ولكن تكون انت. انا تبغي نكون انا. برافو. انت فاش كتلعب الكره ما كدير حتى شي واحد مثل ديالك. قدوه ما كانش عندك. حتى هذاك عنده لعب وانا لعبي. ضروري. ندير بحال البطه، ما ندير لا مشيه ديال هذه، لا مشيه ديال هذه، لا مشيه ديال هذه. لا انا ما نتفقش معك. لا. ضروري يكون عندك. على ميسي شكون القدوه ديالك؟ ميسي. شكون غيكون؟ لا. اما شوف انا ضد هادشي ديال لا انت في هذيك السن قبل ما تلعب في الراجل. الفرق بين تبغي فين الفرق بين تبغي واحد وتتفرج فيه ولا دير لعبه تاثر شي به شي واحد تاثر براسك تاثر بواحد تخرج على شحال واحد تخرج على راسه دابا تيبغي يضرب كوفره هو تيبغي يدير بحال رونالدو ولا يبغي يدير بحال ميسي تيبغي يدريبلي تيبغي يدريبلي بحال ميسي تتولي انت ناسي راسك وبات ما يمكنش رونالدو عيب شي واحد الصالحي بحال شي واحد شوف عمر كان معجب برونالدو بابي كان معلق الصوره فرق بين معجب به وتندير لعبي انا ولا تندير خدمتي انا يعني انت كان عندك شي لاعب معجب به كان عندي بزاف الناس معجب بهم ولكن انت خصك تكون انت صح راه علاش تمشي الشكور العربي وما تمشيش بعيد واخا عندنا اتصال سي مصطفى اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام الله يحفظك كيداير شويه انا معجب بالبرنامج ديالكم مرحبا خويا مصطفى بارك الله فيك خصوصا سي ارمومن نعم اسيد لانه انا مشجع عسكري ما سمعتش مزيان سي مصطفى قلت لك انا مشجع عسكري مرحبا كي داير مزيان عشت الحقبه ديال ارمومن الله يحفظك يا سلام ارمومن يا سلام كان كوير تبارك الله ما شاء الله وعجبني الكلام ديالو اللي قال دابا الله يحفظك ديال الدوله هي الاولى برافو عليك
فهمتيني هذه ديال الدوله هي الاولى. وعندي واحد التساؤل اخويا، واش هما واش دابا مثلا بحال الفراقي اللي غيجي تلعب مع الجيش دابا وداك الشيء، واش غيتسد الفول ديريكت هي ولا كدير ديريكت 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 ديال الفول؟ ياك هما تيجيو عندنا حنا ديريكت، وحنا ضروري نديرو الرونبوان. وهذا هو ديال المشكله اللي كاينه للاسف. لا للاسف اخواتي حنا ما نشاركوش، حنا ما نشاركوش، لا حنا تايقين في القطاع عارفين شنو كيدير وعارفين شنو. حنا الهيبه ديال الدوله ديالنا هي الاولى اخويا، وتنشكركم ارمومن ارمومن. نعم اخويا. اخويا انا ما ننساش شي البيوت اللي ضربتي على الراجل في كازا. الله يحفظك. والله العظيم. والتاريخ ديال كره القدم المغربيه ما يتنساش بها. رفع عمري دابا 50 عام انا. الله يطول في عمرك اخويا. والله العلي العظيم الا دير هذيك المباراه والله ما بغات تحيي. لا التاريخ هذيك التاريخ. عقل الهي. الله يحفظك. ونتمنى واحد الموافقه الفراقي. قول لنا كيفاش كتشوف الفرق الوطنيه الحظوظ ديالها، الرجاء الوداد الجيش؟ انا خويا على حساب داكشي اللي كنقول، الوداد عندي فيها 90% غدوز ان شاء الله، ياك ربما الماتش عندها ساهل شويه مع ديك تيمبا وهذه. اللي صعيب 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 بزاف هو الرجاء. الرجاء الرجاء شويه الرجاء عندها ماتش قاتل، ولكن هادشي اللي عرفوا كيفاش يلعبوا، حيدوا النرفزه وحيدوا سميتو وركزوا في الماتش. ان شاء الله كله بغى يدوز ان شاء الله. نتمنوا ولكن الراجا شويه نتمنوا يدوز كل شيء ان شاء الله. وكنشكرك اختي ارمو. الله يحفظك عليك سي مصطفى. شكرا لك. الله يحفظك. الله يحفظك. نقرا واحد التعليق اللي انا عاودو بزاف المرات. نور الدين الوهبي قال لك ارمو كثرت فيك الهضره، وليتي بحال الهضره عاود باش ما بقاش يعاود في التعليق، حيت كل مره كيعاود يعاود يعاود. حنا بعدا ما عرفتش شي الهضره. بعدا هو راه العمل ديالو خصو يتكلم، اما الاخر خصو. وانا ما عنديش مسؤوليه. داك الشيء مسؤوليه. بالعكس هو كيدير التحليل وكيدير شي حاجه اخرى. يديروا في الاشارات. هو تيدير بحال هكا ندير. صح. راه بلان راه حيت كل عام واحد الوقيته فاش كنا في الصيف بزاف كل عام تخرج اغنيه، لو شتي اللي في الفلاج ديالي ولي كل عام تخرج اغنيه. فكانت هي كنت ضاربه في الصيف، ولا مثلا كانت تخرج شي سبرديلات ولا شي حاجه، هو العام خرج بدراهم. تمام. زهير العز خي اربو من نيشان الدوله هي الاولى، واتمنى حد موفق للجيش والرجاء والوداد. محجوب قول لنا اخطاء غاريدو. غنتكلموا على الوداد، بداونيش مع الوداد. لا باش نصدق من الوداد. انا الكلمه اللي قلت ديال 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 الدوله. فما شوف ما تقدرش تخرج على حيت ما تعرفوا احسن من دابا هذا اللي قال لي هضره، ونقول لي دابا ما هضرش. انا ما هضرش في هذا الموضوع. ما غنعطيش الراي ديالي في هذا الموضوع. نتسنى الراي ديال 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 الدوله ديالنا. وديك الساعات نخرج وغندافع عليه. شي الراي باش ما نقول له غندافع عليه، حيت هذه حوايج ديال 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 البلاد اللي تعرفوا الناس اللي مسؤولين. تماما. هذا انا ما درتش الهضره فيها بزاف. لا لا لا. ميد زهير ارمومن بسرح معقل ما فهمش مزيان الاخ زهير. تكلموا على فرق الوداد. انا واخا يكون خايبه اقول ما عنديش. لا 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 انت ما كاينش حتى حاجه خايبه. حاجه ما بيناش ما غير ما بيناش. من بالعكس انا عارفك بصدر راح بصدر راح كتاخذ كل شيء. نور الدين وداد ارمومن واش انت عسكري ولا رجاوي؟ رجاوي وتنبغي الجيش لان لعبت فيها. انا كبرت في اشوف شوف راجع هذه حاجه عائليه. وحاجه اللي كبرتي فيها. والجيش عزيزه عليا لان عطاتني كما قلت لك عطاتني واحد الفرصه اللي كبيره باش نظهر الامكانيات ديالي. وهذه شوف هذه كل شيء عارفني انا ما عمري خبيت انا. وما عمري خبيت عمري غنخبيها وشوف. ولكن في الكره ما تعرف حتى شي واحد. فاش نكون لاعب وخدام ما تعرف حتى شي واحد. والدليل راه الناس قدام يدوزوا المشوار الكروي ديالي وتيعرفوا. لعبت مع الرجاء ربحنا الجيش، لعبت مع الجيش ربحنا الرجاء، فهذيك خدمه ديالي. ولكن فاش ضر عليا كشخص هو ارمون. اكيد الربوع هشام روحوا سقسوا الجمهور هذا بين الجزائريه. لا الجزائر قال لك روحوا سقسوا الجمهور العسكري اللي جا الجزائر في مدينه بلوزداد كيفاش استقبلهم بيتهم معاهم. دابا واحد القضيه تقول لي شي حاجه اللي حاجه عاديه خصها تكون. ماشي شي حاجه تمنى شي حاجه راه تمنى عليا بها. حاجه عاديه اللي خصها تكون. هي زوينه زوينه. ولكن تنقول لي شوف التيران نهار اللي عايرونا، وشوف التيران نهار اللي لعبوا الجزائر ما عايرهم. الحمد لله الحمد لله. فاش نهضروا على الناس دابا هذا تعليق ايجابي. الايجابي فاش نهضروا على الناس العقلاء انا معاهم. تنقول لي تنشوف فاش تجي الاتحاد العاصمه الجمهور الافريقي فيكون استقبال زوين ان شاء الله. وهذه شوف وهذه بلا من لان علاش؟ أن تنقول بأن الحمد لله رجاء و صحيح المقاطعة. سي محمد من تمارة أهلا وسهلا سي محمد. وعليكم السلام. مرحبا خويا. سي أرمومن لاباس. الله يحفظك كبير مزيان. كبير مزيان. أهلا بك. الشباب
الله يبارك الله يبارك سعود وكل شيء بخير الحمد لله. واش نقول لك اخويا؟ مرحبا سي محمد. سقسونا هاد الناس كي دايره تمارا بعدا دابا خلينا كاين شي صاد؟ الحاله مزيانه الحمد لله. الحمد لله الصاد اليوم لا لا الحمد لله يا الحمد لله. كنت مدي بلاصي في نواحي الخميسات اللي كاين الحراره. تبارك الله تبارك الله الحمد لله على كل حال. الناس ديال النادي المكناسي غيلعبوا مع لي بوا ديال الصح في هذا الوقت. صح صح. تكلمني على الممثلين ديال كرة القدم الوطنية في المنافسة الإفريقية الرجاء الوداد الجيش. غنتكلم لك على الوداد. تفضل. اللي مدربها سيء. كاريدو. والرجاء مدير الكبير أسوأ. وهذاك هذاك شنو قولوا لي ديال الجيش؟ لا نجيك أنا نجي غادي تفضل. وداكروز. لم يستفيد من السيئين. في المباراة الأب صح. لوك ما تفرجتش في ذوك الجماتشات ولي زيرو اللي داروا ذوك المدربين. صح. كان يشوف هذيك الشوفه. انا ما عرفتش واش ذاك روز واش خطه هجوميه واش خطه دفاعيه. صح. اصلا هذاك النار واش اريير غوش اريير غوش ما فتكش كره ايمانويل يلعب ما يمكنش. رجع بديفونس 3 بلا ودير لي زيلي وعمر لا بغيتي تهاجم وتجيب واحد بيت واحد من تما وتلقى خاسر بجوج. ولكن ولكن سمح لي نقطع كون كان جميع المباريات اللي تيلعب داكروس خارج الملعب ديالو تيلعب نفس الناس تكتيكي لان النتائج تجيهم سيئه. مدرب اللي نقدر لكم انه مدرب ماشي شجاع مدرب اللي خواف سي ارمومن مدرب خواف يمشي بعد منا شاد 40 مليون وخواف. لان عرفتي انا قلت انا امتى قلتها في الماتش ديال الراجا هنا في دونو ولا لك التعاقل ثلاث شهور هذه ثلاث شهور باش قلت لك مدرب ما عندوش شخصيه ديال الجيش كتبتهم الله يعاون ايوا راه حيت الفرقه كبيره خصها تكبر في ماتشات كبار. صح. ما تقولش لي غنضرب انا السوالم ونضرب زمامره وهذا وغندي بطوله. لا خصك تكبر في الماتشات الكبار. صح. تما والله الا بجهد ضعيف ربحتهم اتحاد العاصمه. عادي. ومحلل الجزائر كان معنا قالك اعترف بذلك. صح قالك بان المدرب بن شيخة كان عنده دور كبير. صح. لا 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 اشوف سذاجة اللاعب المغربي بينوا عليها تما وهو المدرب داكروز واش ما تقراش المنافس حتى الشوط الاول شتي كل شيء وقرا المنافس. صح. راه كان خاص تقول لي واش باقي لاعب بالناجي ولاعب بحريمات وزيد فاطمه دار حتى كوره مزيانه في الماتش ابار 10 دقائق الاولى. وهذيك الساعه حيد لي اخويا الناجي وحيد لي اخويا حيد لي اخويا ذاك فاتي ودخل واحد اوفونسيف واش بغيتي اتاكي ودير دوز اتاكون. صح. وتا ما دار حتى الدقيقه 85 عاد دار دخل صح. بغيت روبوندي ديك الساعه وما رجعوا ولاو دايرين لك الخبز الكروي تيطيح وتي كونسومي ولا الطوم ما عندك ما دير. صح. زيدوا لو بيلوز تما هذاك البيلوز ملي شتيه كان خاصك واحد تروبوندي عليه كان خاصك قناطو ذاك النهار. صح اللي تلعب عليه كمحطه. برافو عليك. بغيت نعرف هنا انا ما عمري درت انا لعبت شويه الكوره مع احتراماتي دوزت انا الفراجه ديال الكوره مع السي اوسكار فيلوني. صح. تحياتي لذاك الراجل الله يرحمه اللي ما تيخافش من 17 عام ولا 16 عام حتى تلعب تقول لي انا عنده 17 عام 18 ما تلعبوش. ناقصو يلعب لك فرصه. واش واحد عنده 30 سنه عطيه 600 فرصه ما دار حتى حاجه وباقي تلعبو راه مشكل هذا. معقوله والله الا مشكل. نرجع لك لكاريدو. لا ما بقوليش مع الجيش انت مع الاستمرار ديال داكروز. لا 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 لا, لا, لا شوف انا رجاوي انا نجيك من الاخر. سير تفضل يلا. غير هو كاريدو. علاش تدخل تحدات وانت ما عطيتش للطون جو شحال هذه. صح صح. دخل فوناف حسوني ودخل بحيمود وشدهم تما خلي كما كنشوف عموته ما كانش عنده تسعود. صح. كان تيلعب بن شرقي. بن شرقي تيجليسي والكارتي تيماركي ولا السعيدي. صح. واش الناس ما تقراش الكره والله ما فهمت. ولا تفرجتي الا تفرجتي البارح واخا نخرجوا بعيد شويه الا تفرجتي البارح ديال الماتش ديال مانشستر سيتي راه كان داير المدرب كان تيخرج وتيمشي وديما تيطلبوا اللاعبين وسط الميدان هما اللي ماركوا الهدف الاول. سي ارمومن واحد موقع اعلامي راه تصيفط لهم قلت لهم واش هاد المدربين ما تفرجوش في السيتي بغيتهم غير يتفرجوا في السيتي انا عايز تفرج على ديك الخطه كيفاش تيكاموفليك البارح كيفاش داروا لديك الارسنال بدات شتي الهدف الاول وجوج الكواري في حالهم اللي ضيعوا تيخرج هالاند تيخرج وتيجوا لاعبين ديال وسط الميدان هما تيتلاحوا ورا الدار.
تيروبو نديرو عليه دابا المدافع تيبقى داير فراسو هالاند وفي نفس الوقت تيمشيو ليه في الظهر تيمشي ليه دي بروين تيمشي ليه برناردو سيلفا تيمشي ليه شوف الناس شوف انا ما تقولش لي انا سبع ايام وانت تاكل في الكوره وما تتقراش انا ما يمكنش اصاحبي ولا ديك الكلمه اللي قلتي فواحد الوقيته محرز كان احسن لاعبين ولكن ماشي الوقت ديالو دابا حيدو دخل لاعب اخر لان الناس كلهم تيقولوا ما يمكنش غوارديولا يحيد هذا ولكن فاش دخل الاخر هذا الماتشات اللي كبار المدرب تيعرف كيدور المباريات ديالو كيتم اختيار ديال اللاعبين شوف انا شوف السي ارمومن انت راك رجاوي انا والله ما نلومش لاعب في الرجاء حتى انا معاك انا ما نلومش انا واش نلوم النهيري وما عندوش طونجو ما يمكنش اللوم النهيري الا كان عنده ماتشات في رجليه صح واش انت دابا شنو درتي ليا في البطوله في ست ماتش الاخرين الراجل ما دارش والو ابار ماتش في الديربي اللي كان الديربي الوحيد الديربي بو ماتش وضيعوه جا عاوتاني المباراه الوحيده تقريبا اللي داروا في الموسم هي الديربي شوف خاص اللعابه يديروا في راسهم واحد الماتش ديال لاسكابيج وماتش ريبيرو والاجواء ما كانتش معاونه والاجواء ما كانتش معاونه في ذاك الماتش اللي بقيتي عاقل وشوف ماشي اجواء السي ارمومن كانوا الرجال اللي تيعرفوا الكره الروح برافو ياكلوا الكره عرفتي زكريا عبو باقي تنشوفوا دابا عامر غيث قال لهم هذاك المدرب ديال لاسكابيجون اون جوي دون ان شون دو بوم دو تيغ واخا تلعب معايا ماشي شون دو بوم دو تيغ الراجل اللي كانت قويه والشخصيه ديال حاضره وشوف كنتمنى خير ان شاء الله انت بالنسبه لنا بغينا نحطوا واحد التشكيله ديال الماتش ديال الراجا شوف خاصو بجديد وخابر يدخل بهم ديال اتاكون وكاسور واحد اهولو يحط قدامو حفيظي لان انا نكون في وضعيه هجوميه ودير ارير دروا ديرو بولكسوت مع السوالم وجربتي نهار السوالم جربتي مزيان انا بغيت نتفرج شوف انا بغيت هذا المدرب وعلاش انت جربتي داك السيد وبولي فالون فين ما حطيتيه وجيتي يلعب وعلاش اصاحبي تسمع الهبطي ما عطاك حتى حاجه وانت باقي مع انسيستي ما عرفتش والله ما عرفتش انا ما واخا تنفهم في الكره ولكن هذوك الشيء يبانوا لي تفهموا حتى يدوا الفلوس هذوك فاهمين يدوا الفلوس والله ونتمنى ان شاء الله الله يستر الامور نهار ثلاث ايام الجمعه والسبت والحد ان شاء الله الله يجيب سكت لي القلب لا لا لا, 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 لا شوف الصحه ديالك هي الاولى السي محمد لا والله شوف عرفتي نهار ماتش ديال فيتا كلوب ملي ماركا علينا الاول الثاني ليه اوروزمون كان ماركا الحفيظي الاولى صح عرفتي كان هي القلب لا 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 ما خرجت انا خرجت كنت نتفرج قهوه خرجت وعارفين انا ما تنقدرش نتفرج ما تقدرش نتفرج في الراجا صح ونتمنى تفرح ان شاء الله الجمهور يسمعوا بحال هذيك ديال السي محمد يعرفوا بان المشجعين راه ماشي كيتفرجوا فراجة عاديه انا شوف تنبغي نوصل واحد الميساج للعابه كاملين لا ديال الجيش ولا ديال الوداد ولا ديال الراجا واخا انا رجاوي انا ماشي من ذوك المتعصبين برافو عليك شوف تنبغيهم يكونوا رجاله انا بهذه الكلمه ما نقول لهم لا لعب كره كونوا رجال الا كنتوا رجال غتاكلوا الغازو وحتى فرقه ما تبان لك مرا الاهلي شدت صنطه وقلبها صلخه خمسه بصح صح صلخه صلخه شو دوك الناس ما كاين لا علم لا والو ما كاين اللي جا الله يعطيك صحيحتك بالمزه تشدوها عطاوها صلخه صح صافي واضحه الرساله كونوا رجال هذا هو العنوان معكم مبروك الله يحفظك الله يبارك شكرا لك سي محمد شكرا جزيلا لك القراءة بعد التعليقات ونرجع لك يا سي محمد ارمومن محجوب هضروا على اخطاء غاريدو واقحام احد طيله المباراه زهير واحد تساؤل داك روز مين دبروا عليه كيفكرني في خليل لوزيتش مدرب هاوي ميد زهير ارمومن شنو رايك في الرجاء مع الاهلي زهير خطأنا نحن كمغاربه ملي تيكون عندنا ماتش خارج البلاد كنقلبوا غير على التعادل تنطلبوا التعادل هذا هو المشكل هذا هو المدرب اللي داروا ثلاثه ديال الفرق لا 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 الجيش لا الرجاء لا الوداد الوداد نقدر نقول لك انا الوداد هو الفريق الوحيد في هاد المباريات اللي نلومه صح لانه كان بالامكان ديال نقدر الوداد خسر راسه باش يكون واقع الوداد خسر راسه بالطريقه باش لعب هو والتعامل ديال المدرب وديال اللاعبين مع ذاك الماتش لان من لها الوداد شي الوداد باقل مجهود دابا ما باين حتى نقولوا ما كانش في نهار كانوا يجيبوا تعادل ولا ربح ولكن كان المدرب ما عرفش يتعامل لان ما فهمش تنجيب واحد اللاعب حتى لواحد المباراه بحال حداد انا مثلا حداد ما نعايروش باش يكون واعي انا تنجيب حداد حتى لواحد الماتش اللي مهم وتندخلو اش نستنى من حداد اش نستنى من عنده انت كذب على راسي كنتي على الاقل وحنا كنا تنشوفوها قبل
كنتي تدخل واحد كما قال كنتي تدخل على الاقل تما مترجي بدا بمترجي ما ندير اون بوينت كاع ما بغيتش اللاعب حيموت فهذاك ندخل 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 لاعب اخر نديرو كمهاجم وهمي ونمشي باش تقلب على تعادل باش تقلب على تعادل ولعب كثر بزاف وعمر بزاف الميدان تقول ما تكونش عندك كره فتدخل 6 على الاقل جيب تعادل على الاقل جيب تعادل شوف المدربين ما تعاملوش بواحد 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 النهج التكتيكي اللي ينجحهم في هذه المباراه هذا وصعبوا علينا الناس يقولك لا راه ساهل المباراه ديال الوداد لا صعيبه الماتش ديال الوداد الوداد قاده ولكن انا سنقول لك انا بغيت نشوف الوداد وبغيت نكرر باغي نشوف الوداد ديال الزمالك الوداد ديال الاهلي الوداد اللي باغي يضاربوا اللي باغي يتقاتلوا لان دابا شوف المدرب غادي لك النهج التكتيكي غادي لك كلشي ولكن كما قال الصديق ديالنا من 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 الرباط من تماره فتبقى شكون هما اللاعبين اللي غيدخلوا ويحطوا كما تنقولوا حنا شوف هذه المباريات تتمارك البيت بدمه صح. انا نكون معك واقعي اي كره خصها تكون ديالي اي كره خصني ناخذها انا نكون سباق الكره خصنا نكون 11 لاعب كلهم في الطوب ديالهم ما بغينا حتى شي واحد يكون ناقص على ثلاثه الفرق كاملين فتقول لي انا الاهلي ولا 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 اشوف اللاعبين اللي بغاو غيربحوا راه حنا نشوف 10 دقائق الاولى ديال الماتش ديال الرجاء والاهلي هنا العقل داك العام بغاو الرجاء ماركيو من وراها كان واحد التراجع اللي مهول ديال الفريق وكيسلس ولكن ديك 10 ديال الدقائق اللي ماكش فيها الراجل ما كلاتش الاهلي كلاتها اي كره ديال في السماء الارض البحر الغيس تناخذها لك وراه هذاك الشيء اللي بغينا نشوف بغينا نشوفوا اللاعبين ديال ديال ديال, ديال الراجل والوداد وجيش بهذه الامكانيات زيد عليه الدعم الجماهير الدعم الجماهيري والجمهور تنهضر مع الجمهور ديال الفور ما تلعبوش هي 10 دقائق ربع ساعه خمسه ولعبوا هي 90 دقيقه اي وقيته ماشي دوز 25 30 باش ما كانش بيبدا نعير ونبدا نغوت ونبدا لا 90 دقيقه لان اللي غيربحنا دابا الرجله ديال اللاعبين وداك الدعم ديال 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 تمام السي العلاوي من الدار البيضاء اهلا بك السي العلاوي السلام عليكم كي دايرين بخير بارك الله فيك السي العلاوي سي ارموم انت داير اخويا الله يحفظك الله يبارك فيك اخويا السلام شي بخير الله يحفظك انا اللي كنت اتصلت بك شحال هذه السي ارموم النهار البدراوي نهار ناض قال لك بديت كندير الكراطه مرحبا فاش قلت لك انا راه الامور بخواتيم وحنا وصلنا للخواتيم اه وحنا سبحان الله سبحان الله هذوك لي تيتر اللي عطينا في الاول الحمد لله ربي ما خيب المهم تنعيط لكم اخويا دابا على قاديس انا حاجه وحده اللي كنشوفها دابا كتحز في النفس دابا بغض النظر على الوداد وعلى الرجاء وعلى دابا تنشوف الجيش الجيش دارت واحد دارت واحد المخطط واحد البرنامج كيف كنقولوا حنايا كيقول كيدير واحد مخطط فيه وفيه واحد واحد البرنامج هما داروا واحد البرنامج ديال واحد 3 سنين وهما خدامين عليه باش وصلوا لهاد النتائج وبناوا واحد الفرقه اللي خسروا فيها فلوس كثيره وفريمون وجدوا واحد المنتخب محلي اللي زعما يضرب به المثال يعني اي واحد يتمنى يكون عنده داك داك الفارق دابا الخطير في الامر والله اعلم ونقدر نكون كذبت ولكن نكون غلط وخليو عندكم هاد التسجيل هذا راه المقابلة ديال الحد خطيرة غادي يكون عندها واحد المعرج خطير في التاريخ ديال الجيش الملكي عرفتي علاش؟ أكون أو لا أكون لا ماشي أكون لا أكون عرفتي خطير 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 واحد المعرج هذاك العام الكامل ممكن راه غادي يخرجوا طوال ما كاين حتى شي هي هي هذه اللي قلت لك أنا شيرون بهلي أرمومن منذ أيام راه الا ما يربحوش نهار الحد راه يتلاقاو مع الوداد كارثه صحيح المورال غادي يطيح يعني البطوله مشات ها ايوا سيكرو جدا الفليسات ايوا شنو وحنا في الاخر تنقولوا حنايا وا حنا نتحاسبوا معاه حتى الاخر تاش ما تحاسب معاه راه كيهز بالي السوق كيزيد هادشي راه ماشي كاين غير في الجيش البدراوي هو غيهز هذا في العراء والله حتى غيمشي بحاله بالله واذا تا هو هو هذا لا ما داش راه مشكله صاحبي واش حنا في هذه البلاد غادي نبقاو حنا اللي تيجي واتا لا 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 خليو السيد خدمت الاخر نتحاسبوا معاه اسيدي شوف راه خصنا شوف راه خص الشخص المناسب في المكان المناسب صح انا نقول لك راه امور واضحه راه حنا ما كاينش تحيين القوانين ما كاينش راه خصني ندير انا واحد واحد الواحد ندير واحد العقده بانك كتحمل المسؤوليه ديالها كيف ما كطالب انت بمبالغ ما باهظه انا في اخر الموسم كنطالب بالتعويض على الخسائر ولا كنعطي منح ديال المردوديه صح وتا هاد اللعب هادو دابا اللي ولينا كنعطيهم حنا نعطيك بريم الا دزتي نعطيك بريم لا سيدي الدراري جابوا الشامبيونز ليغ خداهم ساكنها 20 ميل درهم مشاوها في طيارات عسكريه صاحبي
صحيح. دابا كيفاش انت بغيتي نلعب راه ما غاديش يلعب لك الا ما عطيتيهش البريم، راه غادي يهز رجليه. حنا ماشي ضد اللعابه، الله يسهل عليهم كيسعدونا الله يسعدهم، بغيناهم يكونوا بخير وعلى خير، ولكن ساعات استراتيجيه ديال الميناء وديال لي سالير وداك الشيء. نحيد الميناء ونعطي دو بون سالير، ما نعطيش 10000 درهم، نعطي 50000 درهم في الشهر باش يعيش عيشه كريمه، ماشي هو يلعب كره في الخيمه يشرب حيره في العشيه صح، ولا ياكل طاكوس ولا ينعس في الدار فيها جوج بيوت. مع احتراماتي للسكن. اكيد اكيد. حنا الحمد لله كنا ولاد الشعب. الحمد لله. وانت السي العالم انت متفائل شويه ولا؟ كاين حاجه واحده، انا واخا غيتقلقوا مني الرجاويين. الخطه الوحيده باش غيلعبوا مع الاهلي. يشوفوا الفينال اللي لعبتها اللي لعب الكاري مع الاهلي. علاش غضبوا عليك؟ لا بالعكس. لا حيت كاينه واحد الحزازيه. لا وحنا مغاربه كنا. كنا مغاربه. راه شوف الرجاويين اللعابه الا شافوا الماتش ديال الوداد فينال مع الاهلي. وداروا ديك الزربه ديال داك الباكيه اللي دخلات وداك الشيء وزربوا عليهم. غيتلفوا والله حتى غيتلفوا. راه يدخلوا في ربع ساعه الاولى اقسم لك بالله ويضربوا الرجاويين البيت على الاهلي يتشرشموهم. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ولكن في ربع ساعه الاولى مع الدخله مع البق. صح ان شاء الله. ولكن الا تعطل البيت غادي يدخل شويه حيت الدراري راه حنا ما تنقلوش حيت لا يعقل بان الرجا وصلت للبوطو في مصر وما توصلش للدار البيضاء. صح قادر الرجا ان شاء الله ندير. ولكن حيت الدراري كاينين بعض العناصر تما تبارك الله كويريه ولكن باقي ما تبعوش بالتجربه. الا مشاو حتى ضربوا البيت راه غادي يعوموا عليهم غادي 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 غيشرشموهم كيف ما كيقول بالكره ولكن الا مشات تعطل عليهم البيت الا ما تماركاش بروميير ميطا تيدخل داك شويه ديال لودوت وعاوتاني خص شويه الصبر وترجمه خصو يصبر صبر بصح ماشي وقت انتقاد والسبان والمعيار ونعير هذا ونعير هذا ما نعير حتى شي واحد في التيران بالعكس واخا يخسرها زيد نشجع صح المهم حيت كلشي محتاج تسال المغاربه كلهم محتاجين تسعين دقيقه هذا اكيد وحنا المغاربه شو واحد القضيه حنا كوداديين كرجاويين الحلم ديالنا هو فينال ديال الوداد مع الرجاء صح هذا هو الحلم ان شاء الله اقسم بالله انا ودادي دابا اقسم بالله تنحلم بان تكون تشامبيونز ليغ فينال ما بين الوداد والرجاء ان شاء الله والله يوفقهم يا رب سي العلاوي تبارك الله عليك الله يحفظك شكرا لك سي العلاوي يا رب سي ايو بوغبا اتصل ان شاء الله تعالى هذا الاسبوع مشي بلا رجعه شكون ايو بوغبا قال لك اتصل ان شاء الله تعالى هذا الاسبوع مشي بلا رجعه الربوع هشام هنا في الجزائر لدى انصار المولوديه والجزائر لديهم شاعر يقول حبوا المولوديه ونعزوا الرجاء وبالتوفيق للرجاء واللاعب بوزوق محمد الحمداوي انا رجاوي ما كاين والو بيناتنا اصاحبي شوف الكره ديما خصك عندك واحد طموح والاحلام في كره القدم واحد لقيتها وانا تقول دابا ريمونتادا ديال الرجاء الناس عارفينه واحد لقيتها كلشي قال البارسا التقصير صح باريس سان جيرمان بسته ديال الاهداف فرجعوا اش تبقى؟ تتبقى الاراده ديال اللاعبين تتبقى اللاعبين اش باغين ولا ما باغينش الجمهور خصو يمشي يدعم بالنسبه للوداد الرجاء الجيش يمشي يدعم الفريق ديالي ما نمشيش من البدايه شوف انا نقول واحد القضيه ما بغيتش ندير واحد المثل لانه خايب ما نوصلش ليه نقول انا نقول لك نخسرك شويه راه اخيب حاجه عند الجمهور هو فاش يكون غادي الجمهور وكنا كجمهور وكتوقع علينا انا دابا فاش دوزت نقول لهم اخيب حاجه فاش تكون انت كجمهور غادي دير السيناريو للتشجيع ديالك صح بحال اللعاب الا كنتي غادي الجمهور غادي دير السيناريو ديال الماتش راه ما بلا ما تمشي ابقى في داركم حتى يقول لك نمشي غنصبر عليهم واحد 25 دقيقه 30 دقيقه ما داروا والو نعير عرف راسك ابريت سير انت اول حاجه راه تقدر تربح تقدر تربح في اشواط اضافي في الوقت البدل الضائع تقدر تربح فيه 6 دقائق الاخر تقدر تربح فيها تقدر تربح في ربع ساعه الاولى في ربع ساعه الثانيه في وسط ولكن نمشي انا مدعم نمشي انا مراسي بريباري انا غنشجع 90 دقيقه هذا اتصال سي ارمون الو السلام عليكم واخا انقطع فهمتيني تفضل خصني نمشي انا غادي بروغرامي غنشجع 90 دقيقه ونرجع بحال واخا قراو اخي اخر تعليق اسامه بعبوش خاص لي فار ما تلعبش خايفه خاصها تهاجم من الاول وتجيب البيت باش تسهل عليها القضيه باش تكلموا على الجيش الملكي لا شوف واحد القضيه عندنا نهضروا على الجيش شتي الفرق المغربيه قادره تماركي قادره توصل للبوطو والاهم في راسهم خص كل لاعب محترف ما تكبرش عليك الماتش الجمهور طبيعي الحال الجمهور كنت كلاعب ما تكبرش حتى شي بالك فرق بين لاعب ولاعب شنو هو اللاعب اللي مسكر راسه على بال ما تسمع هذا اللاعب ما تقيف تماله غتقلب مشاكل
خصنا نديرو خصنا لا لاعب ديال كره القدم خصو يكون خاوي ما تيفكرش لاعب اللي هدوء تيلعب بهدوء كبير لاعبين ديال الجيش وديال الراجل خصو يكونوا بحال هكا داخلين لان فرق بين الجمهور وبين اللاعبين انت كلاعب خصك تدخل مرتاح فنتمنى اللاعبين يدخلوا مرتاحين لهذا الماتش يدخلوا اليز كما تنقولوا حنا نلعبوا اللعب ديالنا ما نديروش شي لعب اخر نمشيو نلعبوا في السماء ولا لا بحال دابا الراجل ولات على السونتراجات ما غاتماركيش لان راك شتي الدويال ديال الناس والناس تبارك الله الا قولنا مشوا معاهم بزاف في الدويال صح ولكن اللي لعبنا من بعيد ولعبنا ديال الراجا ومشينا زير ريتم ومشينا نقلبوا دغيره غنماركيو نفس الشيء الوداد نفس الجيش انا تنقول انا اللاعبين ديال الوداد فخصهم يكونوا داخل المباراه اليز ما يدخلوش الثقال ما يدخلوش يديروا واحد انا غندخل خصني الماركي لا دابا الوداد كلشي كيقول العوض الامر سهل لا ما كاينش حاجه سهل انا شوف في كره القدم كاين شي حاجه والعوليس عمي اللي تحكروا عمي لا كاينش حاجه سهله في كره القدم راه حنا قلنا الوداد غتجيب ربح من ليه وقلنا الراجل بحاتهم بثلاثه غتجيب طوم سته وطوم ثلاثه وطوم لا الكره ما فيهاش هادشي الكره فيها العمل فيها الخدمه خصك تكون في نهارك خصك تكون بريباري الماتش ديالك خصك تكون وجه انا جوحر القضيه والله الا بعض المرات تقول الحمد لله فاش خسروا تما تقول لي علاش نكون زاد واش كريت هنا في كازا صح نكون واقعيين دابا الوداد هذاك الرباح بحال صرفقهم شي واحد قال لهم فيقوا شويه راه الكره راه الكره هي المعقول الكره هي الخدمه الكره هي ارضيه الملعب يقدر يكون داك الانتصار الهزيمه تما يقف الخير على الوداد ان شاء الله شوف وداد اخرى غتبدا من هذا الماتش الماتشات الاخرين ان شاء الله ان شاء الله سي محمد ارموم تبارك الله عليك شكرا لك الله يبارك فيك السي شكرا لك سي محمد ارموم دائما منورنا شكرا للطاقم التقني سي صفراوي سي عبد الغفور وسمير وجميع الاخوان شكرا لكم متابعينا الاعزاء على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.